مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة فيما يلي عناوينها: اتفاقية قطاعية تشرك المؤسسات الناشئة في تطوير الحظيرة السكنية في الجزائر، وفي خمسينيات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، تأكيد على تحديث اللوائح التقنية المطبقة في التصميم والبناء وإدارة المشاريع والحماية من المخاطر الكبرى وفق المعايير الدولية. وضمن سياسة الإدماج المهني لحامل الشهادات الجامعية، إدماج أزيد من 1000 منتسب في عقود ما قبل الإدماج في مناصب دائمة برتبة مشرف تربوي بسوق هراس. ونتابع في النشرة: تفاؤل في مردود القمح الصلب والشعير في موسم الحصاد والدرس الجديد بالمسيلة، والرهان الرفع من طاقة التخزين. ومن ورقلة: زيادة في زراعة الحبوب والأعلاف والسلجم الزيتي تحقيقا للأمن الغذائي. الشباب الصحراوي قوة واعية ومجندة لربح المعركة المصيرية، شعار المؤتمر العاشر لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب. ومن مخيم اللاجئين: تأكيد دولي على مساندة ومرافقة القضية العادلة. أهلا بكم من جديد. والمستهل بالمكاسب التي حققتها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء خلال ما يفوق 50 عاما من الوجود، هذه الآلية الصامتة لجودة أو الضامنة لجودة البناء وتقييم احترامه للمعايير الدولية، تتفعل مباشرة لحماية المواطن والمباني في الحوادث والأخطار الكبرى من قصر المؤتمرات، وتحت شعار مسار خبرة وابتكار يشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي على أشغال ندوة دولية تقييمية تخصص لإطلاق عدة برامج لتحديث اللوائح التقنية المطبقة في التصميم والبناء وإدارة المشاريع والورشات الكبرى، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام بضوابط التنمية المستدامة، لا سيما التحكم في جودة المعدات واستعمال المواد صديقة البيئة. بودي أن أوجه رسالة إلى المهندسي وإطارات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بضرورة زيادة رقعة التدخل والإنتاج العلمي والتقني لخبرتكم، ولما لا تصدير معارفكم كونكم أشرفتم على إنجاز عديد المنشآت ذات بعد عالمي من جامعات، مطارات وملاعب. اكتسبتم الخبرة الكافية التي بإمكانكم اليوم تصديرها كخدمة خارج الوطن، وهو ما سنحرص عليه في إطار مساهمتنا الوزارية، سواء على مستوى الجامعة الدول العربية أو الأوني أبيتا، لتكون قيمة أخرى مضافة إلى خدمات المركز الوطني للبحث المطبق في الهندسة المقاومة الزلازل CGS التي يمكن تصديرها للخارج الوطن. وبالأغواط، انطلقت أمس أشغال ترميم القصور التاريخية للزاوية التيجانية بعين ماضي، حيث أكدت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي على ضرورة تسليم المشروع في الأجال المحددة مع الالتزام باستعمال المواد المحلية في الترميم. هذا واستقبلت السيدة الوزيرة من قبل الخليفة العام للطريقة التيجانية علي بالعربي بمقر الخلافة العامة بعين ماضي. الآن رانا في الزاوية التيجانية ما شاء الله، وأيضا فيه الأعمال الهجرية، وقفنا على سير تقدمها، متقدمة يعني تقريبا 60% الأشغال، وجازت من الفترة 4 أشهر من 7 أشهر، فيه الآن التزام بإنهاء والانتهاء من الأشغال بها في غضون 3 أشهر الباقية، وستكون لنا متابعة متواصلة لتقدم السير، وطلبنا تقارير دورية تصلنا بهذا الخصوص إن شاء الله.
على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وضمن سياسة الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية، بشرت مديرية التربية لولاية سوقهراس بإدماج أزيد من 1000 منتسب في عقود ما قبل الإدماج في مناصب دائمة برتبة مشرف تربوي، ما سمح باستحداث أكثر من 5000 منصب شغل. عمار طبالة. بمعنوية مرتفعة التحقت السيدة صورية والبعض من زملائها بعملهم، وهذا بعد أن تم إدماجهم رفقة أزيد من 1000 من منتسبي جهاز عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة بالمؤسسات التربوية الابتدائية برتبة مشرف تربوي. كنا في إطار عقود ما قبل التشغيل ولمدة من 12 سنة فما فوق، والآن أصبحنا مشرف تربوي والحمد لله على هذه النعمة. هذه فرحة كبيرة، الحمد لله أخيرا تم إدماجنا بعد صبر 14 عام، ونتمنى نزيد إضافة للمدرسة وللتلاميذ. الحمد لله بعد صبر طويل الدولة الجزائرية وفت بوعودها، ونحن اليوم بإذن الله مدمجون في قطاع التربية، وهذا بفضل السياسة الرشيدة للدولة الجزائرية. وفقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل، فقد تم استحداث أكثر من 5000 منصب عمل بمختلف المؤسسات والهيئات العمومية لولاية سوقهراس، والعملية لا تزال مستمرة إلى غاية تسوية جميع الملفات. راهي قفزة كبيرة، وإن قدرنا اليوم من 7113 دمجنا لحد الآن 5054، والنسبة ارتفعت إلى 71%، وقد إن شاء الله نقول خلال الصائف هذه نقدر نقول ندمج جميع العدد المتبقي. عمليات الإدماج هذه أنهت معاناة فئة كبيرة من حاملي الشهادات بعد أن عاشوا سنوات من الغموض في مستقبلهم المهني. وردنا الآن بيان لوزارة العدل، وبناء على الدستور لا سيما المواد 91 فقرة 7 و92 و165 منها، عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم كالآتي: بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف السيدة والسادة عبد الله زياني ببشار، عبد القادر حمدان بتمنراست، صالح عواق بالجزائر، كمال حليسي بقسنطينة، نصر الدين عمران بورقلة، عبد الرحمن بن حميدة بوهران. بالنسبة لمحافظي الدولة لدى هذه المحاكم السادة مصطفى عبدي ببشار، مصطفى أو محمد الأمين صباحي بتمنراست، محمد بن الأخضر بن عبد الله بالجزائر، عبد الوهاب بناب بقسنطينة، السعيد شيشة بورقلة، عبد القادر فارس بوهران. انتهى بيان وزارة العدل. فلاحيا، تتوقع المصالح الفلاحية لولاية المسيلة إنتاجا معتبرا من القمح الصلب والشعير في موسم الحصاد والدرس الجديد، مع رفع رهان توفير أماكن التخزين لتحقيق الاكتفاء المحلي والإسهام في المخزون الوطني. بارز جلمدة. انطلق موسم حصاد القمح بنوعه بمحيط بوطي السايح بولاية المسيلة على مساحة قدرت ب 32 ألف هكتار من المساحة المخصصة لمحاصيل الحبوب المختلفة لهذه السنة. راه عام زين، الله يبارك، عندنا قمح والشعير خيرات، والدبي بلاد ثاني عندهم ماكلة كبيرة، الله يبارك، رانا فرحين بهذا السنة، جاتنا رزق كبير، والدولة تاعنا راها قايمة تشجع فينا. ما لا فراج لا بير الأول، وداروا لنا واحد المشروع بدون ماء. المشروع كاين الماء ما نشربوه، الصهاريج نشرب فيها ب 130 140. التحفيزات والتسهيلات سواء من ناحيه اقتناء البذور او مجانيه الحصاد ونقل المحاصيل، بالاضافه الى ذلك الاسعار الجديده يعني المعتبرة اللي رفعتها يعني الدولة في إطار تشجيع الفلاح. توقعات وفرة في منتوج القمح قد تصل إلى 30 قنطار في الهكتار الواحد، خاصة بعد الأمطار التي عرفتها المنطقة مؤخرا، بالإضافة إلى المرافقة والدعم المالي المقدم للفلاحين.
كاين نوعين من التموينات، كاين التموينات اللي لازم يجوز على مصالح الدياسه تاع مسيله وين الملف يوضع تما، القروض الكلاسيكيه وين مباشره مع الفلاح انه يوضع الملف نتاعو على مستوى الوكاله. اعطينا اشاره انطلاق حمله الحصاد بولايه المسيله، وكما تعرفوا هذا العام كاين تعليمات جديده ومن السلطات المركزيه تتمثل في تطبيق لاحصاء كل المستثمرات المعنيه بانتاج الحبوب، وتكون فيه متابعه من الحقل الى مركز التخزين، يكون الانتاج 940 الف قنطار من الحبوب. زيادة المساحات المزروعة بهذه المادة الاستراتيجية سيساهم لا محالة في توفيرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية. كما تم تخصيص مساحة قاربت 300 هكتار لزراعة الحبوب والأعلاف والسلجمية الزيتي بحاسي بن عبد الله بولاية ورقلة لتحقيق الزيادة في المردود مقارنة بالسنوات الماضية. حمزة ملوح. على مساحة 1134 هكتار تتربع المستثمرة الفلاحية أغرو سيد بمحيط حاسي بن عبد الله ولاية ورقلة. خصص منها ما يقارب 300 هكتار لزراعة الحبوب والأعلاف والسلجم الزيتي للموسم الفلاحي 2021-2022. أثناء رانا فائنين تكون الانتاج يكون ان شاء الله مليح ومردود يكون ان شاء الله في حسب توقعاتنا تكون اكثر من 50 قنطار في الهكتار. سي تان برودوي بريسك بيو منتوج تاعنا هذا القمح من ناحيه الشكل تاعو او كي نشوفوا فيه من ناحيه الشكل تاعو والشكل اللون تاعو يدل على انه غني بالبروتينات. وتتوقع مؤسسة أغروديف زيادة في المردود مقارنة بالسنوات الفارقة، كما تسعى إلى الرفع من كمية الإنتاج من خلال توسيع المساحة المزروعة. راح نتوسعوا إن شاء الله، لما لا يكون عندنا حتى 10,000 ولا 20,000 هكتار نزيدوا ننتجوا بعض المنتجات اللي يخصوا الصناعة الغذائية التحويلية. وتتوزع المساحة المسقية بواسطة 10 مرشات محورية على محاصيل القمح الصلب واللين، الذرة الصفراء والعلفية، الشوفان والسلجم الزيتي. تنمويا استفاد ساكنة ولاية إليزي من ربط سكناتهم بشبكة الألياف البصرية مع ضمان خدمة التدفق العالي للأنترنت، عملية استحسنها المواطن خصوصا وأنها ستعم كل بلديات الولاية في الأيام المقبلة. إبراهيم بالخيرة. بعد استكمال حلقة الألياف البصرية إلى كل المناطق النائية والحدودية، باشرت اتصالات الجزائر بولاية إليزه في عملية ربط البنايات السكنية بشبكة الألياف البصرية عالية التدفق، والبداية بحي الوئام. الزبائن الآن في هذا الحي سيستفيدون من هذا العرض الجديد والمتمثل في الربط بالألياف البصرية أو عرض إيدوم فيبر. سيستفيد أيضا زبون اتصالات الجزائر من مودام إيدوم فيبر مجاني، وأيضا يستفيد من شهر مجاني مهدى من شركة اتصالات الجزائر، ويستفيد أيضا من تدفقات تكون أعلى. تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية هو ما تعمل عليه الفرق التقنية لاتصالات الجزائر ضمانا لخدمة التدفق العالي للأنترنت لدى الزبائن. وضعنا شباك مفتوح في مدخل الحي، هناك إقبال كما قلت من هؤلاء الزبائن، وتم ربط حاليا 30 زبون هم يعني مربوطون بشكل جيد بخدمة الألياف البصرية في انتظار استكمال بقية الزبائن. التعاون الولي ولا أولياء بصفة عامة والتلميذ اللي باش يتعامل بالدروس نتاعو عن طريق الانترنت والمعلومات اللي يستفيد منها يعني بسرعه. نتمنى انها ستعمم على كامل احياء الولايه، ولما لا عبر حتى بلديات الولايه الاربع ان شاء الله، لتمكننا كما قلت للولوج لعالم الانترنت في بكل اريحيه وبكل سهوله. خدمه التدفق العالي للانترنت عبر الالياف البصريه ستساهم في
إعطاء دفعة قوية للاقتصاد من خلال جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات الاقتصادية بالولاية. في الشأن الصحراوي وبمخيم بوجدور للاجئين الصحراويين، انطلقت أمس فعالية المؤتمر العاشر لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب تحت شعار الشباب الصحراوي قوة واعية ومجندة لربح المعركة المصيرية. المؤتمر حضره رئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي أكد كامل الاستعداد للتعاون مع الجهود الأممية في هذا السياق. عمار توكينا. عاشت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. عاشت الجمهورية الصحراوية. عاش جيش التحرير الشعبي الصحراوي. عاش الشباب الصحراوي. بحضور الرئيس الصحراوي وبمشاركة أزيد من 35 ممثلا لدولة أجنبية، انطلقت فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي ذهب. هذا المؤتمر الذي يعد لبنة أساسية من أسس بناء الدولة المؤسسات الصحراوية، سيكون مؤتمر لتحضير لأربع سنوات قادمة من استراتيجية للمنظمة التي تمثل والتي هي تعتبر رافد من روافد الجبهة الشعبية وتمثل الشباب الصحراوي بصفة عامة. وأكيد وأعيد وأكرر أن عنوان المرحلة القادمة هو الاستعداد للتضحية واستكمال بناء مؤسسات الدولة الصحراوية. الحضور في المؤتمر اللي طبعا عنه هو ركيزة المجتمع، هو يعبر عن الشباب وهو اللي شامل الشباب، واللي طبعا نحن نعد هذا المؤتمر في ظروف جد استثنائية، استئناف الرجوع للكفاح المسلح، لذلك مستعدين بكل طاقتنا الشبانية لنجاح هذا المؤتمر. هذه ثورة شباب، ونحن كشباب صحراوي لازم مواصلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال التام وتحرير كل شبر من أرض الصحراء الغربية. رسائل تضامنية حملتها الوفود الأجنبية المشاركة بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. نحن هنا للمشاركة في هذه الندوة ومرافقة الشعب الصحراوي ودعمه في قضيته العادلة وقضية شعب يناضل من أجل تقرير مصيره. هذه الأيام نعود لنجدد دعمنا الدائم للشعب الصحراوي، لأننا نعتبر هذه القضية قضية إنسانية وقضية تصفية الاستعمار. نحن هنا لنعبر عن تضامننا الكلي مع الشعب الصحراوي ولندعم أيضا القضية الصحراوية العادلة، وهو ما نقوم به في الإطار الجمعوي بإسبانيا. مشاركتنا تعزز الأهداف المسطرة للمؤتمر. ليؤكد الرئيس الصحراوي على أهمية هذه المحطة الشبانية التي تزامنت مع بطولات الجيش الصحراوي وهو يحتفي بالذكرى 49 لإعلان الكفاح المسلح. في ذكرى اندلاع الكفاح المسلح حري بهذا المؤتمر أن يستحضر هذا التاريخ الناصع وهذه التجربة المتميزة وكل هذه المغازي والمعاني والدلالات العميقة. إنما نشهده اليوم من تصعيد لممارسات القمع والحصار واستهداف المدنيين بالأسلحة المتطورة والتحالفات المشبوهة ذات الأجندات التخريبية تجعل من دولة الاحتلال المغربي تهديداً حقيقياً وداهما للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. هي محطة من محطات نضال الشعب الصحراوي المطالب بالحرية والاستقلال بآخر مستعمرة في إفريقيا. وعلى هامش أشغال المؤتمر العاشر لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، تعقد اليوم الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمشاركة أزيد من 35 دولة أجنبية داعمة للقضية الصحراوية العادلة. ولتفاصيل أوفى يلتحق بنا على المباشر عمار توجين من مخيم بوجدور للاجئين الصحراويين. عمار، ما هي أهم محاور الورشات التي ستخلص إلى توصيات ترفع للمجتمع الدولي؟
وهو كذلك زميلتي. نحن الآن متواجدون بمخيم بوجدور للاجئين الصحراويين، أين يحتضن محطتين هامتين في هذه الأثناء من مرحلة من مراحل نضالات هذا الشعب الصحراوي. النقطة الأولى تتعلق بالندوة التضامنية للشباب العالمي مع عدالة القضية الصحراوية. هذه الندوة التي تحتضنها مقر اتحاد النساء يضم حوالي أزيد من 900 شاب مشارك قادم من 35 دولة أجنبية وعربية، أتوا لبعث رسائل تضامنية وداعمة للشباب الصحراوي لعدالة القضية الصحراوية. أيضا سيكونون رسلا في مختلف فعاليات أو فواعل المجتمع الدولي، سيبثون أيضا من خلال الورشات، يخرجون بتوصيات. هذه التوصيات سترفع لمختلف المنظمات الدولية والأوروبية من أجل إرسال وأيضا معايشة واقع معاناة اللاجئين الصحراويين بعدما طردوا من أراضيهم من طرف المخزن المغربي. ثاني محطة هي تواصل أشغال المؤتمر العاشر، هذه المحطة الأساسية من أسس بناء الدولة الصحراوية، المؤتمر العاشر لشباب الساقية الحمراء. ووادي ذهب تتواصل أشغاله لليوم الثاني على التوالي، على أن يتم اختيار ممثلي الشباب الصحراوي يوم غد إن شاء الله، الذين سيكونوا بدورهم سفراء مع نظرائهم من شباب العالم من أجل إيصال كل حيثيات القضية الصحراوية. من مخيم بوجدور للاجئين الصحراويين عمار تواقين، كنت معنا على المباشر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. في فلسطين المحتلة استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال عملية اقتحام بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. هذا وخلفت مواجهات عنيفة أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة، إصابة 17 فلسطينيا واعتقال العشرات. في تطورات العملية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، أعلن الناطق باسم الجيش الروسي أن قوته أحكمت سيطرتها على كامل مدينة ماريوبول. كما أكد وزير الدفاع سيرغي شوينغو أن مقاطعة لوغانت على وشك سقوط تام. وفي حين أوقفت شركة غاز بروم إكسبورت ضخ الغاز الروسي إلى فنلندا اعتبارا من اليوم على خلفية رفض هيلانسكي دفع ثمن الغاز بالروبل، صادقت مجموعة الدول السبعة أمس على مساعدات في شكل منح وقروض لكييف بقيمة 19 مليار دولار. في الرياضة وفي جديد الدورة الكبرى لسباق الدرجات، تنطلق اليوم المرحلة الأولى بسباق افتتاحي عبر مسلك شفة البليدة على مسافة 7.5 كيلومترات. هذا وتوج أمس الدرج الجزائري عز الدين العقاب بلقب الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة في افتتاح طواف الجزائر للدرجات لسنة 2022 عبر مسلك مغلق بين مدينتي القبة والمدنية على مسافة 100 كيلومتر. في المشهد الثقافي وبنظم الكلام الموزون، انطلقت أمس فعالية الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي الدولي للسماع الصوفي بالأغواط وبشعار التحرر والسلام. عرفت التظاهرة مشاركة 18 فرقة إنشادية من عدة ولايات من الوطن ومن دول عربية وأجنبية. وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي وخلال إشرافها على الافتتاح أكدت على ضرورة الاهتمام بجميع الطبوع والفنون المتعلقة بالكلمة الموزونة. فؤاد حماني. السماع الصوفي أو فن الحضرة بين المديح وصفاء الروح يتغنى به أصحاب هذا الطابع في كثير من البلدان الإسلامية والعربية. في طبعته التاسعة بولاية الأغواط حمل شعار السلام والحب والتحرر بمشاركة 12 بلدا. والله هو السماع الصوفي هو أن نسمع مدح رسول الله من التراث الصوفي بمختلف اللهجات ومختلف المقامات الموسيقية ومختلف المشارب الصوفية. المنبع واحد، يتفقوا قاع الفرق الصوفية تبع المشايخ، والمشايخ قاع
المنبع تاعهم هو ذكر الله اللي علمه لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهرجان والمطبوع باسم سيد الحاج عيسى الأغواطي وعلى مدار 4 أيام سيشهد إيقاعات من مختلف طبوع الفرق المشاركة. وزيرة الثقافة والفنون أعطت إشارة انطلاق المهرجان باسم أرض الجزائر، أرض السلام والتحرر. علياته كلها لحظات سماع واستمتاع، وفضاءاته فضاءات للفرحة والفرجة والحب والتحرر والسلام. وعلى هامش الافتتاح الرسمي للمهرجان نظمت معارض للصناعة التقليدية وندوات فكرية. ونختم من تلمسان في جولة بين بنايات ومآذن الجوامع العتيقة، بنيان يشكل حلقة وصل بين الحضارات المتعاقبة على الجزائر ومعالم تستقطب عشاق السياحة الثقافية الداخلية. عبد الجبار بن يحيى. في هذا الدرب العتيق أقواس 7، تقول الأسطورة أن تحت إحداها كنوز لا تقدر بميزان، تتوارثه الحضارات المتعاقبة على هذه المدينة تلمسان. التراث المعماري الجزائري قد يصل إلى نسبة 70% ويفوقها بقليل، موجود فوق أرض ولاية تلمسان. تفتح هذه المئذنة عنان السماء وتطل بشرفتها هاته على المدينة وتستقر في الجوزق، تنثر الطمأنينة والسكينة. عندما نأتي إلى تلمسان فإن الطراز الذي انتشر في مدينة تلمسان هو طراز المئذنة المربعة. هذو 3 نقاط مهمين في الهندسة المعمارية، الضوء يعني العين، فيما يخص الأذن هذا كما نحن واقفين هنا راح نسمعوا خرير الماء، عاود كاين الشم كما هنا تشوفوا نباتات يبيغا غادي، هذه لا فلوريزون تاعها عندك 4 خطرات في العام، توجد عندك هذيك الريحه تاع الزهور. نحاول من هذا ايجاد سبل وحلول لبعد توافق وانسجام بين التراث المعماري والممارسات المعماريه التي شهدناها في الفتره المعاصره. هذه تلمسان تمضي من الماضي الى الحاضر، فخر بالامجاد، مستقبل مزهر أخاذ للألباب. كانت آخر محطة في نشرتنا قبل أن نفترق تذكير بالعناوين. اتفاقيات قطاعية تشرك المؤسسات الناشئة في تطوير الحظيرة السكنية في الجزائر، وفي 50 الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء تأكيد على تحديث اللوائح التقنية المطبقة في التصميم والبناء وإدارة المشاريع والحماية من المخاطر الكبرى وفق المعايير الدولية. وضمن سياسة الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية، إدماج أزيد من 1000 منتسب في عقود ما قبل الإدماج في مناصب دائمة برتبة مشرف تربوي بسوق هراس. وتابعنا في النشرة تفاؤل في مردود القمح الصلب والشعير في موسم الحصاد والدرس الجديد بالمسيلة والرهان والرفع من طاقة التخزين، ومن ورقلة زيادة في زراعة الحبوب والأعلاف والسلجم الزيتي تحقيقا للأمن الغذائي. الشباب والصحراوي قوة واعية ومجندة لربح المعركة المصيرية، شعار المؤتمر 10 لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب. ومن مخيم اللاجئين تأكيد دولي على مساندة ومرافقة القضية العادلة. إلى اللقاء.